فيري امبورتون، حاجه مهمه على الاخر، حاجه ما نجمش نتفرج عليها ونسكت. والله العظيم يلي تزمت معناتها بالرسمي، ما كنتش نتصور انه باش نوصلوا للوقاحه هذه في تونس، وقله الحياه هذه وقله التربيه اللي وصلنا لها معناتها للاسف. وين الحكم تاعنا؟ وين القانون؟ وين الاسلام تاعنا؟ وين احنا؟ وين معناتها ضعنا ضعنا ضعنا. وحاجه تبكي ماش تضحك، حاجه بالرسمي يندبوا اليها الجبين. يعني ما تصورش روحي اني واحد من الناس النجم نجيب صغير يعمل كيف نكاكه، ولا ما نصورش واحد من العائله نجم يعمل هيك. ما نجيبوش سلاله كيف نديته، ما نجموش. نوريكم الفيديو تفرجوا باش تاخذوا فكره، بعد قولوا لي شنو رايكم. هذه لا فيديو، هذا كيفاش استاذ في وسط المدرسه كيفاش مشلكينه، اللي لبسوا شابو واللي لبسوا لينات واللي كلام زايد. الجماعه اللي جو حاطينه كل قرد غادي كان في وسط القسم، لا نقولها كل قرد حاطينه في وسط القسم على خاطر ولات معناتها سيرك، ولا معناتها القسم ولا عباره على سيرك هيك تشوفوا قدامكم معناتها الشيء. وين الحاكم؟ تخرج قدام الليسيات تلقى الشفة، تلقى الزطلة، تلقى الكوكا، تلقى الطفلة في الـ14 في الـ14 تلقى حبلة، تلقى الفروخ، ولا تلقى بيديات معناتها وين باش نوصل؟ تيك توك معناها تحل تلقى شيء كبير معناتها مخور اصلا. التوانسة ولينا منعوتين بالصباع في العالم اجمع. علاش ما نعرفش، علاش الرئيس ما يتطرقش لحاجة كيما هيك؟ علاش؟ خاطر احنا التعليم هو الاساس. اذا كان التعليم تمس تضرب التعليم صحيح، وتعرفوا هذا كل منين جاي، معناها باش نقولها خاطر الناس كل لازم تعرف، هذا كل جاي من قانون الاسره، مجله الاسره ومجله الاحوال الشخصيه وكل هذا كل جاي من تربيه المراه. هي المراه شنو تخرج؟ هذوك التلاميذ هذوك من ذيك تربيه المراه. هذاك ما نجمش بو يخرج كما هكا، خاطر بو تلقاه يا في الحبس يا ميت يا خرج لبرا هارب من النفقه يا حاج. هذا قانون المرأة، هذا قانون الحضانة عند المرأة، هذا قانون المرأة العاهرة في تونس شنو تخرج. تصور أنا نجيب ولد كيف هكاك معناتها طيح في قدر الأستاذ، والله نقتلو قدام أصحابه مش ونقطعه أصل، ما عادش نستغرب به في العائلة أصل، لقب ناحية ما نحبش نقول كلام زايد خاطر عباد تتفرج وعباد معناتها ما شيء كبير. شيء كبير أنك توصل تشوف في يوم ما أنه الأستاذ يهان من قبل التلميذ، من قبل فروخ بزاق ولا تطيح في القدر. طول وشبر معناتها شاركوا في كل استاذ، الاستاذ خضر عاقل مساكن بربي يفسروا لي حاجه. الاستاذ بما وجه باش يروح للدار باش يقابل مرته والصغار وبنى مورال، بنى وجه وبنى مورال باش يجي من غدوه يقري. وين الحاكم تاع تونس؟ وين القوانين؟ وين علاش ما يحطوش امن في كل ليسي وفي كل علاش صغارنا هكاك تقول عاملين بالعاني؟ علاش تقول عاملين بالعاني معناتها مخلينهم سايبينهم هكاك الزطله والشراب والاكستا والسهريات والديسكوتيك والبواتات؟ علاش معناتها ما توصلش الحكايه للرئيس؟ علاش قيس سعيد ما يخوش قرار صارم في الحكايه هذيا وكل يلمهم تاع تيك توك والكل هكا وطيش الكل في الحبس ويتعلموا كل يلمهم كل البيديات وكل العاهرات كل تاع تيك توك هم معروفين تك 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 هزهم كل طيش في الحبس كل كان. علاش تو هذوما فيديو مصورينه ما تشلكوا في الاستاذ، علاش ما نحطوهمش في الاصلاحيه هذوك ما كوم؟ علاش ما فماش اجراءات؟ على خاطر فما منظومه تضرب في الرجل التونسي، على خاطر فما منظومه تحب تحارب الرجله في تونس. انا نتاسف انه احنا معناتها بلاد مسلمه، ما يخرجش علينا الاسلام، انا مانيش نتاع الاسلام. راك تشوف تخرج الشارع التونسي تشوف لي زو سوسيو تاع التوانسه ماناش مسلمين. يعني لنا في ماليزيا كي تشوف العباد المسلمين وحتى مش مسلمين وتشوف الاخلاق والتربيه والله تحشم على روحك وتقول احنا والله لنا مسلمين، والله تحشم على روحك. حتى باش تمشي تقضي في ترجع الباقي كي يمد لك الباقي يمد لك معناتها كل احترام. بعد تمشي لتونس تلقاهم بالعشرة وافد كلام زايد وبالواعد، والله لنا لا تسمع لا كلام ولا تسمع حتى شيء، ولو عمرك ترى عركه في الثنيه ترى حتى شيء.
معناتها هما مسلمين واحنا مسلمين. والله شيء اسف. بون اليوم نورمالمون الانتخابات ان شاء الله ربي يوفق قيس سعيد. مي والله 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 يلي تونس يندرى معناتها ما يقوم ساعتها كان ما يعملوا نظره للقانون الاسره ويرجع الرجل للمكان نتاعو في الاسره يرجع يربي على روحه خاطر اللي طالعين رجال كل مربيتهم للقحاب بين قوسين حاشا البنات بنات الاصول وكل شيء. الاكثريه معناتها اللي مطلقين وكل شيء الاكثريه 90% قحاب ويكونوا في زواجهم هذاك علاش معناتها أو النفقة أو تفكروا في دار أو تفكروا في فلوس أو شو الرجل ما تعبتوا فيه كما حبيتوا. يا سي قيس سعيد بربي ما تشوف لنا حكاية العائلة وشوف لنا حكاية المخورات الطيشة والليسيات وحط لنا في كل ليسي مركز شرطة في وسط الليسي ولا في جنب الليسي ولا بوليسية ولا دوريات في كل ليسي معناتها موجودين. شو أستاذ كيف نكاكا ما تتشل الأستاذ ما كيما يراش التلميذ هذاك اللي يعمل له في كاكا ياكا في المسبط من عند بوليسي قدامه معناتها فما غل ما يتنحلوش يا معلم. إلا متى باش نقعدوا هكا احنا معناتها أسفل السافلين علاش؟ شنو هي معناها أستاذ وسط القسم يتشلك كيما كاكا شنو معناها فسر؟ شنو التلميذ معناتها باش يتقبل معلومة من الأستاذ قدره طايح؟ فسر لي أنت فسر لي فسر لي الدين والدي. استغفر الله العظيم يا رب. والله حسبنا الله ونعم الوكيل. والله يدكم كي ما تحطوش في الاصلاحيه لم القسم كله حط دينهم في الاصلاحيه كله. لا هذه المراه اللي حاطه رجلها في الحبس وتخرج هذيكم خاطر هي ماهيش لا باش تربي لا تهز في سقيها لا تشرب لا تسكر لا تزنى لا تسخط على مخها لا في الكوكايين في الحرام باش في الاكستا ماهوش جوها باش تقعد تربي. هذاك جابته صغير هذاك جابته جوز باش تعمل شهريه اكا ولا اكثر لا اقل. ماهوش دورها باش تربي، دورها باش تعرس تجيب اكثر صغار باش تاخذ اكثر فلوس، والصغار بعد يطيش في الشارع يسرق يعمل لي امور. وكل قضية الاسرة عاد وكل قضاء في المحكمة. والله يحسبكم ربي وين باش تهربوا من عذاب ربي ومن حساب ربي. وين باش يطيح في صغاركم راكم عملتوا العار. يا قضية الاسرة. حط راجل في الحبس على خاطر واحدة مسخة على خاطر الواحد نتاعها يدخل كرينو. حط راجل في الحبس معناتها اللي هو تلقاه يخدم على روحه مساك من زوالي ولا ما نجمش يقدر يجيب النفقة وتغش في واحدة تلقاها معناتها ما تسواش حتى دور هو تلقاه عمل لها قدرها بتاع دور وهي ما عندهاش حتى دور وما عندهاش قدرها هو عمل لها قدرها كي عرس بيت. وتجي انت معها معناتها لا تحط الراجل في الحبس وترقد ويجي تنو. حسبنا الله ونعم الوكيل. ان شاء الله الدوسيي بتاع قانون الاسره يوصل لقيس سعيد وان شاء الله معناتها الحضانه تتبعها للمراه كومبليتمون خاطر الاجيال تشوف يقول لك يا مربيتهم النساء هذوما الاقحاب حاشا بلاد الصلاح بلاد الاصول. ما هيك ما تساعدش الحاسبه ما تساعدش جمله 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 معناتها ماهيش باش توصل حتى بلاصه. والله واحد شو نقول لكم واحد يمشي يخرج يعاود يخرج مره يمشي يعمل دور زايد. ربي يوفق قيس سعيد ان شاء الله في الانتخابات و سامحونا 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 على الكلام الزايد. اما اللي غالب شيء اقوى مني.